استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر سموه بالرفاع اليوم اللواء الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بدولة الكويت الشقيقة الذي يزور مملكة البحرين حاليا للمشاركة في أعمال المنتدى 14 للأمن الإقليمي حوار المنامة. وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن ترحيبه بزيارة الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح إلى مملكة البحرين والتي تعكس ما يربط بين البلدين الشقيقين من روابط أخوية قوية تقوم على ركائز متينة من المحبة المتجذرة عبر السنين. من جانبه نقل اللواء الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحياتي وتقدير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وتمنيات سموهما لمملكة البحرين وشعبها استمرار التقدم والنماء، فيما كلفه سموه بنقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وأخيه سمو ولي العهد وأخيه سمو رئيس مجلس الوزراء وتمنيات سموه لدولة الكويت وقيادتها وشعبها اطراد النمو والازدهار. وأشاد سموه بما تشهده العلاقات البحرينية الكويتية من تقدم مستمر في مختلف المجالات يجسد عمق وروابط الأخوة التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أعلى. وأكد سموه أن مملكة البحرين حريصة على توطيد عرى التعاون مع دولة الكويت الشقيقة في كل ما من شأنه أن يسهم في خدمة المصالح المشتركة وتلبية تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما في ظل ما يربط بين قيادتي وشعبي البلدين من احترام وتفاهم يتميز بخصوصية فريدة في العلاقات بين الدول. وأشاد سموه بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في تحقيق نهضة وتطور دولة الكويت وما يبذله سموه من أجل تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك ضمن رؤية سموه الحكيمة التي تسعى إلى أن يسود الأمن والاستقرار مختلف دول المنطقة. ونوه سموه إلى أهمية تكثيف وتيرة الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين الشقيقين لما لها من أثر في زيادة أواصر التقارب والتفاهم والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب اللواء الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بكل ما يوطد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن سموه يحظى بمحبة وتقدير واحترام من كل مواطن كويتي كقيادة خليجية ذات رؤية حكيمة لها إسهامها الواضح في نماء بلادها وفي تقوية أركان التعاون العربي والخليجي.